إنها قصيرة وذكية وبلا رحمة. أجل، إنها لا ترحم بالتأكيد. من هي؟ الألغاز بطبيعة الحال، لننطلق مباشرة في طريق الإثارة. عندي مفاتيح بدون أقفال، عندي مسافة طويلة لكن بدون بناء. يمكنك الدخول لكنك لست قادرا على الخروج. من أنا؟ لوحة مفاتيح الحاسوب. إليك واحدة أخرى. إن أعطيتني الطعام سأبقى على قيد الحياة، إن أعطيتني الماء لن أنجو. من أنا؟ النار. يطلب مني كل ليلة ما يجب علي فعله في الغد، وكل صباح أفعل ما يطلب مني بالضبط، ورغم ذلك يوبخني الجميع. المنبه. تجري في السباق وتتغلب على المتبارثان قبل خط النهاية بالضبط. ما ترتيبك؟ الترتيب الثاني. نظم الحروف للحصول على كلمة واحدة فقط. كلمة واحدة فقط. إن ملكتني ستأبى مشاركتي، وإن شاركتني لم أعد ملكك. ما أنا؟ سر. رجل يقود شاحنة سوداء، لم تكن أضواؤها تشتغل، والقمر ليس في السماء، وسيدة ترتدي ملابس سوداء همت بعبور الطريق. كيف تمكن السائق من رؤيتها؟ كانت الشمس في كبد السماء في النهار. ستجدني دائما في الماضي، يمكن إنشائي في الحاضر، بينما المستقبل لا يمكنه التلاعب بي أبدا. من أنا؟ التاريخ. كيف يمكنك تحويل ستة إلى رقم فردي؟ اقلب. قد تجدني سائلاً أو صلباً، وعادة أطلق الفقاعات، ويمكنك العثور علي في جميع المنازل. من أنا؟ الصابون. أقصر من البقية، لكن عندما تكون سعيداً ترفعه كما لو كان أفضل من البقية. من أنا؟ إصبع الإبهام. سار سائق الحافلة عكس اتجاه مرور السيارات في طريق من حارة واحدة، مر بجانب الشرطة لكنهم لم يلقوا القبض عليه. لماذا؟ كان يتمشى. يمكنك لمسها لكنك لست قادرا على أخذها، لكن ستترك المزيد منها خلفك. ما هي؟ بصمات اليد. ما الشيء الذي ينتمي إليك لكن يستعمله الآخرون أكثر منك؟ اسمك. ما الفرق بين الأمس والغد؟ اليوم. شخص كريم يشتري الطعام ب3 دولارات في الولايات المتحدة ويبيعه في أفريقيا ب1 دولار، وبعد بضع الوقت أصبح مليونيرا. كيف يعقل ذلك؟ كان مليونيرا منذ البداية. لبعض الشهور 30 يوما، وللبعض الآخر 31 يوما. كم منهم لديها 28 يوما؟ جميعها.
ما طرف قوس قزح؟ الحرف حاء. ما الشيء الذي يقضي وقته على الأرض لكنه لا يتسخ أبداً؟ ظلك. كيف يمكنك أن تسع 10 أحصنة في 9 أكشاك؟ ضع كل حرف بين قوسين. وضع الديك بيضة في أعلى سقف مائل، في أي جانب ستتدحرج البيضة؟ ولا أيا منهما، لا تضع الديكة بيضة. ما الشيء الذي ينهي كل شيء على الدوام؟ الهمزة. ما الشيء الكبير بقدر الفيل لكن لا وزن له على الإطلاق؟ ظل الفيل. ما السؤال الذي لا يمكنك الإجابة عليه بنعم؟ هل أنت نائم؟ يسارك يميني ولا يمكنك رؤية ظهري، من أنا؟ أنا انعكاسك في المرآة. ما الشيء الذي يكون أسود عندما تحصل عليه، وأحمر عندما تستعمله، وأبيض عندما تنتهي منه؟ الفحم. إن كان هناك 3 أكواب من السكر وأخذت واحداً فقط، كم عدد الأكواب لديك؟ 1 الكوب الذي أخذته. يبدأ الخلود به، وفي الوقت نفسه يظهر عند نهاية الضخ، أما السلخ فتجده في المرتبة الأخيرة، ما هو؟ حرف الخاء. ما الذي يمكنك مسكه بيدك اليسرى وليس اليمنى؟ يدك اليمنى. ما الشيء الذي يمكنك الاحتفاظ به بعد إعطائه لكن لا يمكنك لصقه بعد كسره؟ الوعد. كيف يمكنك رسم خط ومن ثم جعله أطول بدون لمسه مجدداً؟ ارسم خطاً أقصر بجانبه. يمكننا رفعك إلى أسمى الدرجات ولدغك أكثر من الحشرات. نحمل الحقيقة والكذب ولا يحكم علينا الناس بطولنا، من نحن؟ الكلمات. تشعر به لكنك لا تراه، يمكن صده دون الإمساك به، ليس له حلق لكن يمكن سماعه، ما هذا الشيء؟ الرياح. كان حمار جائع مربوط بحبل طوله 2.5 متر، وعلى بعد 9 أمتار منه كان هناك سلة من الجزر الطازج. ذهب الحمار إلى هناك وأكلها، كيف يعقل ذلك؟ لم يكن الحبل مربوطاً بأي شيء سوى بالحمار، كيف يعقل لشبكة حمل الماء؟ إن كان الماء متجمداً. متى لا تكون أخت خالك خالتك؟ عندما تكون أمك.
هناك اختراع قديم لا يزال يستعمل في بعض أجزاء العالم اليوم ويسمح للناس بالرؤية عبر الجدران. ما هو؟ النافذة. ما الشيء الذي يصعد عندما يهطل المطر؟ المظلة. ما الشيء الذي يمكنك الدوس عليه لكنه قادر أيضاً على الدوس عليك؟ الكبرياء. عندما أكون طويلة فأنا شابة ويتضاءل طولي عندما أتقدم في السن، بينما أشع مع الحياة أعتبر الرياح ألد أعدائي. من أنا؟ الشمعة. ما الشيء الأخف من الريش لكن يستحيل حبسه لساعة؟ الأنفاس. عندما تضعها على صندوق خشبي ثقيل سيصبح أخف. الحفرة. إن كان القطار الكهربائي يتجه شرقاً بسرعة 90 كيلومتر في الساعة وهناك رياح غربية قوية، في أي اتجاه سيتصاعد دخان القطار؟ ليس هناك دخان لأن القطار كهربائي. ما الشيء القادر على ملء غرفة كاملة بدون شغر مساحة؟ الضوء. كيف تأكل فيلا؟ قضمة في كل مرة. تتخلص أولا من أجزائه الخارجية ومن ثم تطبخ ما يوجد بالداخل، ومن ثم تأكل جزءه الخارجي وتتخلص من جزئه الداخلي. ما هو؟ الذرة. يمكنك لمسي بسهولة لكن لا يمكنك رؤيتي. يمكنك ثاني دون التخلص مني. من أنا؟ ظهرك. كيف يمكن لجيوب البنطلون أن تكون فارغة ولا تزال تحمل شيئا ما بداخلها؟ يمكن أن تحمل ثقوباً بداخلها. ما الشيء الذي يصعب التقاطه كلما أسرعت في الجري؟ أنفاسك. أظل مجهولاً حتى أقاس ومع ذلك تشتاق إلي عندما أمر بسرعة. الزمن. ما الشيء الذي عنده قدم في كل جانب وقدم في الوسط؟ الياردة. ما الشيء الذي لن تراه مجدداً؟ الأمس. ما آخر شيء تنزعه قبل الخلود إلى النوم؟ قدماك من على الأرض. ما الشيء البني والطويل نستعمله عند الكبر؟ العكاز. ما الشيء الذي يقف شامخا لكنه ينمو إلى الأسفل؟ الشمعة. ما الشيء الذي أمامك على الدوام ولا يمكنك رؤيته؟ المستقبل.
ما الشيء الذي لديه رأس واحد وقدم واحدة وأربعة أرجل؟ السرير. عنده أسنان ولا يمكنه العض. المشط. عنده 13 قلبا لكنه بدون أعضاء أخرى. الكوتشينة. لدى فتاة العدد نفسه من الأشقاء والشقيقات، لكن لكل أخ أشقاء نصف عدد الشقيقات. كم عدد الأخوات في هذه العائلة؟ سبعة. أربع شقيقات وثلاثة أشقاء. كلمة من ثلاثة حروف يمكن قراءتها من الأمام والخلف، ويظل بإمكاني بعد كل هذا قراءتها من اليمين إلى اليسار. باب. عندي بحيرات بدون ماء، وجبال بدون صخور، ومدن بدون مبان. من أنا؟ الخريطة. إن كان عندك ورقتان نقديتان في يدك مجموعهما 25 دولار وأحدهما ليست 5 دولارات، ما الأوراق النقدية في يدك؟ من فئة 20 و5 دولارات. إن كانت واحدة ليست من فئة 5 دولارات فالأخرى هي 5. إن كان لآلي 4 أكوام من الرمل ولآني 5 أكوام من الرمل ووضعاهم جميعا معا، كم عدد الأكوام التي ستكون عندهما؟ كومة واحدة كبيرة فقط. لعب شابان 7 مباريات من لعبة الدامة، ربح كل منهما 5 مباريات، ومع ذلك لم يكن هناك تعادل. كيف يعقل ذلك؟ من قال إنهما كانا يلعبان ضد بعضهما البعض؟ لم يبتل 4 أشخاص أثناء وقوفهم تحت مظلة واحدة. كيف يعقل ذلك؟ لم تكن تمطر. اقلبني على جنبي وسأصبح كل شيء. اشطرني إلى 2 وسأصبح لا شيء. من أنا؟ الرقم 8. أنا أخف مما صنعت منه، والجزء الأكبر مني مخفي أكثر مما هو مرئي. من أنا؟ الجبل الجليدي. أدور في شكل دوائر لكن إلى الأمام على الدوام. لا أتذمر من المكان الذي أوضع فيه. من أنا؟ العجلة. قبل اكتشاف جبل إيفرست، ما كان أعلى جبل على وجه الأرض؟ جبل إيفرست. من يدور حول فناء المنزل دون التحرك من مكانه؟ السياج. من له حاسة التذوق وليس له حاسة الشم؟ اللسان. من يقفز أعلى من المبنى؟ أي شيء قادر على القفز، فالمباني لا تقفز. ما الشيء غير المرئي لكنه يثير أعراضاً مثل التعرق والغثيان، ومع ذلك لا يمكن للناس العيش بدونه؟
الحب. أنا حالة طبيعية يبحث عني الجميع، إن تجاهلتني ستقع بالتأكيد. التوازن. مدرع لكني لست فارس، أطقطق لكني لست فرع شجرة. أنا في المنزل على الدوام حتى عندما أتحرك. من أنا؟ السلحفاة. تجيبني بينما لم أطرح عليك سؤالاً أبداً. من أنا؟ الهاتف. إن كان هناك 4 خرفان وكلبان وراعي غنم، كم عدد الأرجل الموجودة؟ اثنتان، فالخرفان لها حوافر والكلب له قوائم. البشر فقط من يملكون أرجل. حسناً، ربما من الناحية التقنية. أثبت العلماء أن للقطط شعر على جزء من أجسامها أكثر من الآخر، ويعتقد الناس أن السبب وراء ذلك استلقاء القطط على ذلك الجزء من أجسامها، فهي تحتاج إلى عزل نفسها عن البرد عندما تنام على الأرضية. أي جزء من جسم القطة الذي يحتوي على شعر أكثر؟ الجزء الخارجي للقطة بطبيعة الحال. هناك قارب بسلم متصل به، يبلغ طول السلم 2.5 متر. إن ارتفع الماء 1.25 متر، كم سيتبقى من السلم فوق الماء؟ 1.5 متر، فالسلم ملحق تماماً بالقارب. حسناً، إلى اللقاء. إن تعلمت شيئاً جديداً اليوم، فامنح هذا الفيديو إعجاباً وشاركه مع صديق. وإليك فيديوهات أخرى ستحوز على إعجابك بالتأكيد. انقر على الفيديو الأيسر أو الأيمن لتبقى على الجانب المشرق من الحياة.